خفيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع شرير حواري خفيف مواضيع تخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع شرير الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شرير مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شرير أربعة شارع شرير وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان وحلقه بدايه الاسبوع ونتمنى تقضوا عندنا اسبوع حلو في اربعه شارع شريف عندنا النهارده اكلات حلوه قوي ومأكولات بحريه وفرافير وفريده موزه منوره اهلا فرافيرو يا اهلا يا اهلا اخبارك ايه الحمد لله انا اقول لك فرافيرو تقوليش راشيرو ماشي خليكي كده اسحل اللون حاضر هفهم على طول حاضر عامله لنا اكل ايه النهارده؟ النهارده هنعمل صينيه سمك بالبطاطس وهنعمل سوفليه بالشوكولاته اه ده بيجي من بره بالشيء الفلاني مش من بره قصدي يعني في المحلات الخارجيه اه ما فيهوش بيض كمان ما فيهوش بيض اه احنا مانعين البيض عندنا احنا مانعين اي حاجه غاليه اي حاجه غاليه والسمك ده بولتي بولتي منوره بنورك والله اهلا وسهلا بيكي بعد ما نخلص مع فريده موسى عندنا استاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب بعدي وزي كل يوم سبت نسمه مدحت منوره يا نسمه الفستان حلو ميرسي والحاجات اللي في اسمها ايه قلنا؟ فولكا دوت بولكا دوت وال ها برودري برودري هيجي مني يلا هيجي مني حياتي النهارده عندنا ايه؟ النهارده عندنا امثال وعندنا الستين وجا قالت لي هتقول لنا حاجات مهمه قوي النهارده شكلها
منوره حقيقة. بعد كده عندنا عرض ازياء فاشن شو لملابس صيفيه خاصه بالشباب والرجال، معموله بطريقه حلوه قوي وجوده عاليه جدا، والاول مره بيشرفنا وينورنا استاذ هاني محمد الجزير. اهلا وسهلا. منور. ده نورك. اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. واخبار بناتك ايه؟ زي الفل. هنشوف ايه النهارده؟ هنشوف ملابس شبابي جميله جدا، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. ده اكيد. انت عامل حاجات مهتمه قوي بالشاب والرجل المصري العصري، عامل له حاجات سهله زي ما بنقول في اللبس. وبعدين عندك ميزه فظيعه، كل الحاجات لايقه على بعض، يعني تجيب من هنا تحط هنا لايقه على بعض، تجيب من هنا تحط، ودي ميزه. ده شغل، خلي بالك. منور. ربنا يخليك. ما دام في عرض ازياء اكيد عندنا مودلز، والنهارده عندنا اربع شباب مشرفينا ومنورينا، بنحييهم. اهلا وسهلا يا شباب. عندنا مزازيكي، مين بدايك يا حسام؟ لا زغرت لمين؟ محدش يقدر. لا قول بقى، بس انت زغرت لحد. محدش يقدر يدي. زغرت لمين؟ لا لا لا. وائل مضايقك؟ لا يا حبيبي. ده غلبان. ده كلهم حبايبي. حياتي انت، انت مش سهل. حبيبي. هتغني ايه؟ دلوقتي احنا طبل لي طبل بقى. الاستاذ محمد فؤاد. شوية طبلة كده حلوة. الطبل بتاعي. الاستاذ باهر بقى. مش ما سمعتش حاجة، فين طبل لي طبل. جامد 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 جامد. يلا نسمعها بعديها فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في المطعم عندنا مع فريده موسى. خليكم على سمحتوا مزيكا. طبل لي طبل على طبلي، خليك حنين ده بطبلي. طبل لي طبل على طبلي، خليك حنين ده بطبلي. من يوم ما عينك نظرت لي ولا حد غيرك يوم طبلي. الرحمة يا سيد الملاح. طبل لي طبل على طبلي، خليك حنين ده بطبلي. طبل لي طبل على طبلي، خليك حنين ده بطبلي. من يوم ما عينك نظرت لي ولا حد غيرك يوم طبلي. الرحمة يا سيد الملاح. مهلك على 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 مهلك، مهلك يا ما قلبي ندهلك. مهلك على 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 مهلك، مهلك يا ما قلبي ندهلك. بحلم ونفسي أزور أهلك، من غيري والله يستهلك. ومهلك على 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 مهلك، مهلك يا ما قلبي ندهلك. مهلك على 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 مهلك، مهلك يا ما قلبي ندهلك. بحلم ونفسي أزور أهلك، من يوم ما غيري هيستهلك. الرحمة يا سيد الملاح. طبل لي طبل على طبلي، خليك حنين ده بطبلي. طبل لي طبل على طبلي، خليك حنين ده بطبلي. من يوم ما عينك نظرت لي ولا حد غيرك يوم طبلي. الرحمة يا سيد الملاح. اوبا. يا سلام بقى على الاكل الحلو. فريده نفسها حلو في الاكل عشان هي قلبها طيب وحلو كده، فاكلها انت جميل والله يا شريف. والله العظيم ياخدي حبيبي. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله حلو، كله حلو. بنتك العكروته اخبارها ايه؟ الجو عامل شغل معاها شويه. شفتي كلمه عكروته دي؟ ما هي يعني لايقه عليها عكروته. ما سمعتهاش من زمان. زمان اصلا كانوا بيقولوها عكروته. ايوه ايوه. عشان دي يعني الناس ايه؟ الجيل الجديد ما يعرفش ايه عكروته دي. مين هيفهم يعني؟ مش للدرجه دي بقى. بقالك معايا كام سنه؟ الحمد لله. الحمد لله. بس استنى. 2015 تقريبا. تقريبا 15 او 16 حاجه كده. لا 16 اول 16 حاجه كده. او اخر 15. 7 سنين. تقريبا. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كنت قعدت كده. كنت قعدت كده دلوقتي بقيت قعدت كده. وبعدين جبت بقى فرحتي. اتجوزتي وخلفتي. وشك حلو عليا خالص. الله اكبر. حبيبي. طيب احكي لنا كده النهارده ايه ده؟ ده سمك بولتي بالبطاطس والجزر. صينيه السمك. صينيه السمك بقى. يا سلام بقى. وده مع ايه؟ سلطه الطحينه بالطماطم والبقدونس. الله الله. وانا حلي ايه؟ سوفليه شوكولاته. اوه لا لا. اوه لا لا. اوه لا لا خالص. طب عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بالسمك.
يلا بينا. ماشي، نقول مقادير. عندنا سمك بلطي، عندنا معلقه كبيره ثوم مفروم، نص كوبايه كزبره طازه، نص كوبايه بقدونس طازه، معلقتين كبار صلصه طماطم، حبه طماطم متقطعه اربعه، ثلاث حبات فلفل الوان، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره بهارات سمك، ربع كوبايه عصير ليمون، ملح وفلفل، نص كوبايه زيت. وللخضار عندنا بطاطس شرايح متقطعه رفيعه، وحبايتين جزر شرايح، وبصله كبيره شرايح. هي شكل المقادير كتير، بس هي ما فيش حاجه هتتعمل كلها ورا بعض. يلا يلا بينا. اول حاجه عايزه اخلط مقادير التتبيله للخضار والسمك. خلاص، نحط ايه الاول؟ نحط ايه؟ هنحط فلفل الوان كله؟ يعني انا بيتهيألي بلاش كله علشان لسه ايه؟ هنحط ايه تاني؟ انا اسفه يا شيخ، انا اسف. ممكن نحط الطماطم. الطماطم. ماشي. ونحط عليهم دول. ممكن مش كلهم برضو عشان الكبه. لسه فكره لطيفه، في ايه كمان هتحطيه؟ باقي الحاجه بقى هتبقى حاجات ممكن ندخلها من فوق كده. تمام؟ يلا. ماشي، نجيب دي. عندنا معلقتين. هو ايه الخضره دي عباره عن ايه؟ بقدونس وكزبره. بقدونس. تحطي السلطه دي كمان معاهم؟ طب استنى. ماشي، وهنحط الثوم. يلا. اهو. وهنحط البهارات، عندنا بابريكا. حط يس. احنا حطينا كل الحاجات اهو. ماشي. في حاجة تانية؟ ده ايه ده؟ بهارات السمك. بهارات السمك ده ايه ده؟ ده كمون وكزبرة ناشفين. ما شاء الله. انا اسفه. ليمون. ليمون. لا استني، لا لا استني، ده حرقته. استني بس بقى. ممكن ده بعد ما نخلص. لا لا حطي هنا وطاء. هاتي اديني كده. ماشي، بس يعني كله؟ لا مش كله. بس كده. في حاجة تانية؟ لا استنى. لا كده تمام. لا كده على نفسك. يلا. نعمل دي كده. طب احنا ايه؟ كل ده خلاص. بص التتبيلة بقى. هي ايه كل البولات دي؟ معلش عشان هي المقادير كتير، انا اسفه. خلاص ده كميه حاجات غير طبيعيه. تقول لك انا اسفه، لا من انا مش فاهمه. بس شفت في الاخر هتطلع. انت عايزه تحطي دول؟ لا خلاص ممكن بقى. يعني هاتي بقى. عايز يلا. يلا يا جدع. انا قلت اتكسفت بقى يعني. لا يا يلا يلا. اهو يلا. اصل كله اتفرم. حلو. حطي ماشي ماشي. غيزه غيزه. مفيش بصل؟ لا البصل بقى في الخضار. يعني دي التتبيله. دي التتبيله اللي هنتبل بيها السمك والخضار. صراحة تتبيلة حلوة. يلا يلا. بس المقادير ماشي كده، التتبيلة جاهزة. هستأذنك بس يا شريف نحط لها ملح وفلفل. كمان؟ فعلا. يلا كده. بس عايز أقول لكم يا جماعة الريحة الحلوه اللي طالعه من التتبيله دي. حلوه قوي فعلا. ادي بصل. عايز اقول اكبر؟ لا خلاص، اصل انا هحط عليهم تتبيله واقلبهم كده بايدي، وبعد كده ايه هحطهم في الصينيه من تحت. لا استني انا هظبط لك الدنيا. ماشي. مش هتكفي. طيب انا هحط الزيت والملح على التتبيله لحد ما ايه نشوف بول. ماشي. بصي هقلب لك دول هنا. ماشي. خلاص. كده الطف. ماشي. هنا هحط شوية ملح على البصل والبطاطس والجزر. هي دي بس عشان ايه مرهقة شوية، فممكن نفتحها كده معلش عشان ايه ناخد منها الكمية المناسبة. وهنا على التتبيلة سنة بقى صغيرة عشان السمك. ممكن استأذنك في فلفل اسود. وهنا شوية زيت بس هنا. وناخد جزء من التتبيلة، هقلبه بس بإيدي عشان الملح كده، على البطاطس والبصل والجزر. ماشي.
نص كده واقلبهم كويس بايدي اهو. البطاطس اهم حاجه ما تتقطعش تخين خالص علشان احنا لسه دي هنستخدمها في السمك ماشي، علشان تستوي السمك ما بياخدش وقت في السوى. ثانيه واحده ايوه انت هتحطي كل ده هنا ماشي. يلا يلا كاميرا كده بس اوزعه كويس ماشي كده عشان اني شايف ريحتها حلوه ازاي. ريحتها بتجنن. خلاص كده وزعها كفايه اهو كفايه. ناخد بقى السمكتين الحلوين دول احنا منضفينهم طبعا، هناخد بقى ايه التتبيله وهنحطها ايه جوه السمك. اسقط لك كده ماشي. الراس بقى وفي العين وفي كل حته في السمك ماشي. ممكن شويه كده على فوق ونحطها في الصينيه كده واكمل توزيع. نحطها بقى جنبها ماشي. ناخد بايدي كده ماشي. نخليها ايه بالحشوه دي جوه بطنها ودماغها وكل حاجه، نتبل السمكه يعني. خلاص خلاص كده كده خلاص كده خش الفرن. اه هنغطيها بقى بص بايه ورقه زبده وفويل وفويل وهندخلها الفرن تقريبا. بص هاتوا اهو بصوا شكل السمكتين ايه اهو. خلاص هنغطي ورقه زبده الاول على السمكه عشان نكتمها كويس عشان في خضار تحت. اه نكتمها كويس علشان البطاطس تستوي والخضار يستوي لان السمك انت عارف الشيف ما بياخدش وقت خالص. هندخلها في الفرن تقريبا نص ساعه. بس دي مش هتكتمها، هي عايزه ورقه فويل اكبر. ماشي طيب. نجيب ورقه فويل نكتمها كويس. بتقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد نص ساعه. درجة حرارة 200. تسيبي لي بقى البتاعة دي كده؟ اه عشان ايه تعمل بخار جوه مش عايزة. اه انا عايزة الخضار بس اهم حاجة يستوي جوه، والسمك كده كده ما بياخدش وقت خالص. يا سلام يا شريف ده اتقفلت اتقفلت اتكتمت اتكتمت. نعمل سلطة الطحينة بقى بعد ما ندخل دي الفرن على طول. دي هتخش في الفرن هتقعد قد ايه قلتي؟ هتقعد نص ساعة. درجة حرارة؟ 200. 200 يلا اهو. سلطة الطحينة بقى. احنا قلنا مقادير الطحينة؟ اه. قلنا مقادير الطحينة. انت مش عايزة البطاطس ولا الجزر؟ انا كده كده هقولها تاني وانا شغال. ماشي. خلاص؟ عشان لو ايه؟ يلا، ايه بقى؟ عندنا الطحينة. وانا آسفة يا شريف وانا غالبا ما قلتش مقادير الطحينة بس تمام يعني. احنا ما قلناش مقادير؟ تقريبا. انا ممكن اقولها وانا شغالة. ما قلناش وما قلناش؟ قوليها كده. طحينه عايزين بس شويه ميه عليهم رشه كمون وكزبره ناشفه. طحينه شويه ميه. حطيت ميه اهو ماشي. مش بترد عليا ليه؟ كلموني عبروني. الله سايبيني لوحدي كده ماشي. خلاص حطينا ملح والميه وهنحط الليمون. نفضل نقلب فيها كده بس لحد ما ايه جميل. عايزين نزود سنة مية. انا ما حطيتش كتير بس خفت. لا الطحينة كده. اصل الطحينة بتاعت السمك بتبقى شوية سايسة. علشان تتاكل مع الرز. عارفة ان ساعات في ناس بتاكل الطحينة بتاعت مع السمك من غير ما يحطوا عليها اي حاجة؟ يعني ولا ملح ولا اي حاجة؟ بيحطوا عليها كمون. ماشي. الطماطم والبقدونس. الله. بس كده. خلاص؟ طيب. وتقدم. قول لنا كده عملنا ايه لغايه دلوقتي؟ عملنا صينيه السفره بتاعتنا الايه؟ صينيه سمك بالبطاطس والجزر. اهو. وعملنا سلطه الطحينه بالطماطم والبقدونس. سهله جدا. سهله جدا جدا. بهذه المناسبه يلا استاذ حسام حسني محضر لنا اغنيه راقيه وكلها طرب وشجن وحاجات فظيعه. الاطلال يلا بينا. الاطلال يا فريده يلا خلينا نسمع كوبلي من اغنيه الاطلال ست ام كلثوم وبصوت حسام حسني. بعد كده فاصل، بعد فاصل نرجع نعمل لكم السوفلي شوكولاته. يلا مزيكا. Thank you.
الحب سكارى سكارى مثلنا، هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا، هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مكمر، ومشينا في طريق مكمل، تسيب الفرحة فيه قبلنا، وضحكنا ضحكة طفلين معا، وعدونا فسبقنا كلنا. كده في نفسي. لا 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 عادي عادي، الجو كله هادي. بمناسبة الجو الهادي اللي في العالم، هو انت تحس ان في حاجة كده مش منطقية مش مظبوطة؟ لا، في خلاص كآبة عمالين نخش من كورونا على زلازل على حرب على كل اقتصادية. كل حاجة شفناها. احنا شفنا كل حاجة شفناها. ناقص بس بيقول لك الفضائيين نازلين. شكلهم ابتدوا كمان، انا ابتديت اشوف كائنات غريبه. انا عايز اسالك سؤال، انت متخيله ان في كائنات فضائيه غير القنوات الفضائيه؟ هي طبعا القنوات الفضائيه بيظهر علينا احنا كائنات. يعني مع احترامي كل الاعلاميين، ما انا منكم برضه، احنا كائنات فضائيه برضه. متخيله اي تي وحاجات كده؟ متخيله ان في حاجه اكيد موجوده، بس هي مش لازم تبقى شبهنا اكيد، بس اكيد في حاجات يا شريف احنا ما نعرفهاش او شكلها غريب وكده، بس بقى مش متخيلهم زي ما بيطلعوا في الافلام وبتاع. لو نزلوا على الارض وندهوكي قالوا لك تعالي اعملي، انا ندهتك يعني قلت لك بقول لك تعالي اوصفي لهم اكله نفسهم ياكلوا اكله حلوه، هتاكليهم ايه؟ لا، ما هم كفضائيين بقى ياكلوا اي حاجه لسه بيستكشفوا. لا يعني الطبق اللي انت هتعمله لهم، سيبك بقى من الحاله الاقتصاديه وكده، يعني لو ممكن اكلهم دول لحم، دول فضائيين يعني هتعمل لهم ايه؟ هو تفتكر اصلا هم بياكلوا ايه؟ ما انا مش عارف. ما احنا بياكلوا تراب مثلا، ايه اللي في الفضاء؟ مش عارف. ولا هم اصلا بيبقوا شبعانين لان هم طايرين ولا ايه؟ لا ليه طايرين؟ لا
ايه ده بقى في جاذبيه في الكواكب الثانيه؟ لا في كواكب عليها جاذبيه طبعا. اصل انت لما بتبقى خفيف كده بتبقى لا شبعان. لا يعني انت في الطياره بتبقى شبعان ولا لا؟ لا بموت من الجوع بجد. طب سؤال بتاكل كميه اكل قد ايه؟ مش بيحط لك بورشن صغيره؟ ايوه بس بتحس انك شبعت ليه؟ أوه. عشان وانت فوق تفتكري؟ لا في حاجه بتحصل ان جسمك انا مش عارفه اسمها ايه بالظبط بس هو ما بيبقاش بنفس يعني مش بنفس وحتى هتلاقي رجلك بتورم وحاجات كده. لا انا ما بيحصلش اي حاجه على فكره، انا فوق زي تحت. لا انا حصل لي موقف قبل كده لن انسى في حياتي. إيه؟ لابسه جزمه يعني هي يا دوب مقفوله كويس وقلعتها على الطياره. ما فيش ستات. نازله بقى ما دخلتش اساسا. مشيت بقى بسحب كده في المطار. لا انا ساعات بقلع الجزمه في الطياره برضه. بس بتبقى مريحه. انا كنت لابساها. انا عندي جزمه السفر. انت جايبها لي. ايه ده بجد؟ من سنتين جبتي لي جزمه من اريح الجزم اللي انا لابسها في حياتي. الحمد لله. فدي في السفريات كلها مريحه بالنسبه لك. وبالذات كمان انها ما بتزحلقش. ما دي اهم حاجه عشان الجو. بصراحه وانا قلت لك القصه. ايوه حبيبي. انا بقى لو كائنات فضائيه جم زارونا واختاروني انا اعمل معاهم الانترفيو. ماشي. هقول لهم انا اسمي ايه وكده. وهقول لهم الكوكب بتاعنا. وهقول لهم ان انا عايش في اهم جزء في الكوكب مصر. وهقول لهم ان احنا عندنا حضاره من كتر ما الحضاره دي كانت متطوره وعملوا حاجات من ملهاش حل. في بعض الناس الدول الاخرى كانت بتقول ان اكيد اللي عمل الحاجات دي كائنات فضائيه. بس احنا من كتر ما كنا متطورين فعملنا الاهرامات وعملنا معابد وعملنا التحنيط وعملنا حضاره 5000 سنه. هقول له كده انا مصري من مصر من هذا الكوكب. صح. انت منين؟ يا رب ربنا يستر اصلا يفهمونا. لا هيفهمونا بقى. طب لو شكله يا شريف مرعب هتعمل معاه الانترفيو؟ لا بصي ما بقى يعني ربنا مش هيخلق حاجه مرعبه. لا يعني في شكل حيوانات، ما هو ربنا خلق الحيوانات. لا كلها حلوه. لا حلوه احنا بنشوف حاجه يا شريف معينه معلش عشان احنا بنحب الحيوانات، بس في حيوانات شكلها مرعب. زي ايه؟ يعني انا هسالك سؤال مثلا بس ده يعني زواحف، التمساح شكله ايه؟ لا لا حلو. حلو؟ طبعا. لا انا اصلا بشوف كل خلقه ربنا. لا في يا شريف اكيد كائنات شكلها لا صعب. لا لا في اللي هي الحاجات اللي بتبقى بتمشي دي. لا دي في افلام الكرتون يا حبيبتي. لا الزواحف كلها حلو، التعابين الوانها تجنن. اصلا والحشرات مالها بقى؟ ايوه بس في ناس يعني ما شكلها بالنسبه لهم بيضايق. لا انا بمسكهم اصلا. لا انت ما شاء الله. لا انا ما بخافش من ده. لا انا بشوف يعني في ابو زلومه ماله. لا الفيل ده قمر. ولا خلف البحر ده انا لو البطريق. ده قمر برضه. بس في كائنات شكلها شويه بيبقى مرعب، مش مرعب اللي هو انا ما شفتش حاجه كده بجد؟ لا. طيب لو جولك بقى هم شكلهم مرعب زي ما بيصوروها لنا في الافلام اللي هي بقى مخه طالع من لا مش عارف. لا هقعد معاه هبقى عايز المسه. تشوف هساله بقى اسئله معينه. هساله بقى اسئله خامته ايه؟ بتاكل ايه؟ بتخش تواليت كل قد ايه؟ هب هب. طعم الاكل بالنسبه لك ايه؟ بتناموا ازاي؟ يعني في عندكم احلام مثلا؟ دي الاسئله. في عندكم نوم اصلا؟ في بتناموا؟ في عندكم نوم؟ طب انتوا شايفيننا عاملين ازاي بقى؟ احنا ايه رايك فينا؟ بص احنا عاملين ازاي؟ اكيد هم شايفيننا احنا مرعبين. شكلنا مرعب ولا طريقتنا؟ بالنسبه لهم هو احنا طريقتنا مرعبه لاي كائن. يعني الانسان اثبت ان هو مرعب. الانسان بوظ حاجات كتير قوي. يعني كميه الشر والكراهيه والحقد اللي في بعض الناس، في كثير شويه من الناس، هي شيء لا يصدق. لا هو مش موضوع كتير يا شيف بس عشان بقت الحاجه باينه اكتر فاحنا بقينا شايفينها كتير. بس في ناس برضه كويسه قوي. بس انا حاسس ان زمان الناس كانت احسن من دلوقتي. لا الناس كانت من جوه عندها سلام اكتر داخلي. تفتكر؟ وكانوا اطيب. كانوا محترمين قوي. يعني انا ما اظنش ان في حد يا شريف كان ممكن يوجع حد بكلمه. لا. يقول لحد يشتمه من ظهره. يعني دلوقتي احنا بنشوف او بقت كله ما تحسش مين بيحب مين بجد. الناس بقت بتشتم بعض كده عادي. من حقه ان هو يشتمني عادي وانا ما ردش. يعني وبعدين خليني اغني اغنيه مهمه جدا. ايه بقى؟ اقول له كائن فضائي منك انت وهو اثبت مدد 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 قول شدي حيلك يا بلا. تخيل بقى نسمعهم بقى بصوتهم بقى لو صوتهم ايه جدك هيفرح بيه هيبقى بصوته. والله لا يا حبيبي. وهسالهم ايه كمان يا ستي؟ لو هما بقى بيلبسوا هما اكيد مش هينزلوا لنا عريانين تبقى مصيبه. لا موارد.
وارد ممكن لا مش عندهم لبس. لا وارد. لا حاول بس هو نفسك يا كائن انت وهو. ما احنا مش فاهمين هما بقى لابسين ولا قلايين. لا ما هو لا لا هو لو هعمل معاه لقاء هقول له البس. قول له احنا عندنا في كوكبنا بنلبس. ايوه بلابس كده ما ينفعش. يلبس كده ويبقى انيق وهساله بقى حدوق المانجا. اليوسف افندي. وممكن الحاجات دي لما تدوقها برضو اول لحظه يجي لها حاله. الفول المدمس بقى بالزيت الحار. واقول له غمس بقى ايه بالعيش البلدي. يعني هو ده الاكل اللي انت ممكن تقدمه. هاكله. هاكلهم سوشي. هاكلهم فسيخ. بصل. تعودت اديهم مناعه من الاول. ايوه هو كده. ايوه صح. اخدهم يتمشوا على النيل اقول لهم بصوا الجمال بتاعنا. صح صح. طب تخيل كده ان انا بجد ابتديت ابقى عايزه اشوف لو في كائنات تانية عايشه. لعلمك هيبقوا لطاف جدا. نبتدي بقى نوريهم الناس الكويسه. هفرجهم افلام اسماعيل ياسين. الله. الله يرحمه. الله يرحمه. عشان هيتبسطوا قوي. هيتبسطوا جدا. ابن حميدو. صح صح. لا افلام كتير بقى. ابتديت اتخيل يا شيخ الناس افضل. مش اي حاجه. طبق فضائي. يلا طيب. الحمد لله. على كل بس حاجة. هو في حالة كآبة كده في الكوكب. بنحاول احنا ما نركزش فيها بس طبعا كل الناس عندها مشاكل. صحابي اللي في كل العالم كل واحد عنده كارثة في بلده. طبعا. طبعا. طب يلا تعالي. ربنا يستر بس يا شريف عشان موضوع الكوارث الطبيعية اللي بقت بتحصل دي بقت دمها تقيل. يعني ربنا. وانت حسيتي بأي زلزال من اللي فاتوا؟ انا كعاطف ما حسيتش. لكن في ناس حست. انا ما حسيتش. وابقى ايه انا في واحد منهم اللي هو كان جامد قوي ده بتاع تركيا اللي بوظ الدنيا خالص. انا ساعتها انا فاكر الساعه 2:30 بالليل كنت في السرير صاحي وايه ماسك الفيسبوك وعمال كنت بكتب حاجه ولقيت بعد كده كله زلزال زلزال وانا عمال ابص حواليا مش حاسس بحاجه مش حاسس. رحت نازل كده الصالون اتاكد ان الفازات الغاليه ما وقعوش. هو دي اهم حاجه ده الزلزال ده متى ممكن نعرف تقف تتعوض. ده اهم حاجه. لا احنا مربطينهم في الحيطه. ايوه ده كويس قوي طبعا ده الامان بقى كله صح. محدش هيعرف يشتري حاجه تاني. ربنا يستر علينا يا شريف والله. ربنا يستر. يضحك على الناس كلها بصراحه لان المناظر كانت صعبه. ربنا يستر ان شاء الله اللي جاي احلى ان شاء الله ويعدي كل حاجه. قول لنا مقادير يعني الشوكولاته وفلي. دي اسهل حاجه بقى في العالم. عندنا علبه بسكوت بالشوكولاته اللي هي محشيه بالكريمه وكوبايه كبيره لبن، علبه قشطه حجمها وسط او معلقتين كبار قشطه، كيس كريمه خفق باودر بس، ولا فيه بقى سكر ولا اي حاجه ثانيه. خلاص كله هيتعمل هنا. سهل قوي. سهل قوي وبتاخد 8 دقائق بالظبط في الفرن بس تطلع تتاكل على طول. ما ينفعش تفضلوا سايبينها. تطلع على طول عشان تبقى منفوشه كده ومن جوه كريميه. حط ده كله. بص هنحط الاول السوائل علشان ده اللبن يتخلط على طول. كله. حطه كله. اوكي. هي كوبايه كبيره ومعاه البسكوت. بسكوت كله برضو. كله. واستني بقى انا هحط دول عددهم 24 واحده. 24 قرص. خلاص. على كوبايه لبن، علبه قشطه، والظرف اللي هو الكريمه الباودر. خلاص. ودي الكريمه. ودي ايه؟ الكريمه الباودر. باودر. اوكي. وهجيب القشطه. ممكن اجيب دوت خلطه كده. ماشي. قبل ما انا اجيب معلقه بس من هنا. انا هجيب لك. تعالي تعالي يا فريده. نحط القشطة. أهم حاجة كل ده يتخلط كويس جدا بس كده. نشوف بقى يتخلط كده لغاية لما ايه البسكوت يبقى ناعم خالص. يبقى ناعم خالص صح. وبعدين هنبتدي ننزله. ننزله بقى في البولات. دي هتدخل الفرن بالظبط 8 دقائق. تتغطى؟ لا ولا تتغطى ولا اي حاجه، في الرف اللي هو الوسط والفرن على درجه 200 وبالظبط 8 دقائق هتلاقيها نفشت كده من فوق ومن جوه بقى بتبقى كريمي قوي وانتوا بتاكلوها. ما مملهاش قوي؟ لا عادي ممكن تملاها، هي مش بتنفش قوي يعني. يعني كده الكمية دي كويسة قوي اللي عملتها في الأول. طب بصوا يا جماعة دي لازم تتاكل سخنة. دي بقى لو معاها آيس كريم عايزين تحطوها عليها من فوق هتبقى تحفة. آيس كريم فراولة. فراولة بقى فانيليا. يا سلام يا ولد على الحلاوة. قولي لنا كده ندخلها الفرن قلتي ما بنغطيهاش. ما بنغطيهاش. 8 دقايق بالظبط. 8 دقايق هتلاقوا الوش اتنفخ 200. 200. هتلاقوا الوش اتنفخ ومن جوه هي بتبقى كريمي شوية. وتطلع لنا زي قولي لنا كده عملتي ايه النهارده بقى؟
النهارده عملنا صينيه سمك بالبطاطس والجزر او بالخضار، وعملنا سلطه الطحينه، وعملنا سوفليه شوكولاته. اول ما تطلع من الفرن شويه سكر بودره ونحطه على الوش عليها كده. عايزين بقى فواكه اي حاجه زي ما انتم حابين. شكرا فريده، شرفتي نورتي كالعاده. بشكر فريده موسى. وخلينا هنسمع يا حسام. حسام مغرم يا ليل يا شريف. الله، مغرم يا ليل في سهر الليل. استاذ راغب علامه الجميل هنسمعها، بعد كده نروح للاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا. مغرم يا ليل يا ليلي، مغرم يا ليل في سهر الليل، مغرم يا ليل يا ليلي، مغرم وقلبي ما يلمي، مغرم يا ليل يا ليلي، مغرم يا ليل في سهر الليل، مغرم يا ليل يا ليلي، مغرم وقلبي ما يلمي. ميل لقمري وجنانه، وقمري مش واخد باله، ميل لقمري وجنانه، وقمري مش واخد باله، محلى القمر محلى جماله، في كل ليله بشوف جميل جميل جميل. مغرم يا ليل يا ليل، مغرم يا ليل في سهر الليل، مغرم يا ليل يا ليل، مغرم وقلبي ما منوره ومشرفه وجميله كالعاده حياتي. قبل ما نخش دلوقتي قلت لي انك على السوشيال ميديا بتتشتمي. كتير عادي، وانا اتشتمت. بتضايقي في حاجات وحاجات؟ يعني في حاجات بحس انه أنا اصلا مش هرد، انا بعمل ريبورت وبلوك اصلا، يعني مفيش اوبشن نرد. بس في حاجات بتبقى خصوصا، خلي بالك ان انا عندي مرتبط الموضوع بستي، قالت لي فالناس بقى وستك ما قالتلكيش مش عارف تك 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 او ستك كذا، او بنبدا نخش في يقول لك ستك ما قالتلكيش ايه، حاجات على اللبس. تحتشمي، تلبسي طويل، تداري، تعملي. انتوا مالكوا انتوا ايش حشركوا في لبس خلاص. لا بس انا يعني في ناس بقى اللي بيبقى كلامهم محترم ومؤدب، بدخل ارد ان دي حريه شخصيه، وان لازم نحترم حريات بعض، وانه الحاجات اللي انا بعملها هي بتعبر عني، حتى الحاجات اللي بلبسها ليها علاقه بالفولكلور او باللبس الاورينتال او الحاجات دي، انا ببقى حابه البسها. يعني انت ممكن تشوفني لابسه كده وانا في مكان، عارفه بعد دلوقتي هيقولك مش بمثل عشان حاجه، عارفه بعد دلوقتي هيقولك عشان الكلمتين قلت كل واحد حر في لبسه، هيقولك ايه ما انت عامل دريس كود للسيدات المحجبات اللي عندك في البرنامج. طب انا هقول لك حاجه، انا اتشتمت بمناسبه الفيديو بتاعك. ليه؟ انه طب ما دام هو بيقول كده مطلعك انت معاه ليه وانت بتلبسي قصير وانت محجبه مفتوح وبتلبسي مش محجبه؟ لا تعملها على الكل. لا ما هم دخلوا شتموني. انا فاهمه، مش اكتر مني. هو دلوقتي السيده او البنت اللي اختارت انها تتحجب يعني المفروض تبقى لابسه ما لا يصف ولا يشف،
مش المفروض يبقى لابسه حاجات مكسمه مبينه تفاصيل جسمها، ده اللي احنا فاهمينه. فاحنا لما عملنا ده في البرنامج قلنا السيده او البنت المحجبه اللي عايزه تطلع عندنا في البرنامج هتلبس ما لا يصف ولا يشف، هدوء فضفاضه وطرحه فضفاضه، احتراما لمين؟ لمين؟ للحجاب. صح. بس لكن واحده عارف المشكله في ايه؟ ما فهموهاش. لا كان هيبقى الموضوع لو اتقال انه الدريس كود بتاع برنامج شريف هو كذا وكذا من غير ما تقول لحد معين كان هيقول لك خلاص ماشي تمام، بس انت عشان ربطتها بحاجه فالناس خدتها بحساسيه مفرطه من غير ما يبقوا فاهمين ابعاد الموضوع، مع ان كل البرامج دلوقتي عندهم دريس كود بيتبعت للضيوف. يا تقبل يا ترفض، يا تيجي يا ما تجيش، يعني الموضوع سهل. انا ما عنديش دريس كود غير ان احنا السيدات والبنات المحجبات ما يلبسوش ضيق، ما يبقوش مفصلين، وان الرجال اللي بيجوا في البرنامج عندنا ما يبقوش لابسين بدله وكرافته. احنا برنامج ترفيهي انترتينمنت. طبعا ساب موضوع الرجال والبدله والكرافته وعندنا يعني هقول لك حاجه، عندنا ساعات في بعض الفقرات اللي عملناها اللي هما لاعبين كمال الاجسام، لما كنا بنطلع صورهم في البطولات على الشاشه كنا بنعمل كروب للصوره من تحت لانه بيبقى لابس، انت فاهمه منظر انا شايف ان هو مش هينفع يطلع، ممكن يطلع على شاشات تانية في برامج رياضيه بس مش برنامج اسري هينفع اطلع راجل نصه التحتاني لابس مايو مكسم على جسمه. انا ده بالنسبه لي انا شايفه مش هينفع، مش هقول غلط ولا حرام ولا ماليش دعوه، ما انت حاطط رولز معينه بس ده مش هينفع اطلعه في البرنامج. فبنروح عاملين كروب يبقى طالع من فوق بس، وساعات بيبقوا ماسكين العلم مثلا بتاع مصر من تحت فدي بنطلعها خلاص. لكن ما هو بيعمل برضه على فكره كده مع الرجاله، يعني إن ليه؟ لان احنا عندنا سيستم معين وشكل للشاشه، واحنا لما قلنا ده على المحجبات احنا ده بنعمله احتراما للحجاب بس. لكن لو واحده مش محجبه هي تطلع زي ما هي عايزه، مالناش دعوه، بس مش هتلعب مايو برضو. ايوه ايوه. بص هو في الاول ولا في الاخر انا موضوع اللبس خصوصا زي ما قلت لك انا بتشتم فيه كتير الحقيقه، بس انا ببقى شايفه انه ده هو انا شخصيتي بلبسي بالحاجات اللي انا شايفه ان هي شكلها لطيف وظريف، وبعدين انا اصلا صغنان قد كده فما بحسش الموضوع يعني كبير للدرجه دي، وبقول ده للناس اللي بتعبر بشكل محترم، ودايما بقول ان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، بشكل بسيط جدا انت ممكن تبقى حابب اللي انا بقدمه بس انت مش حابب شكلي، ما تقلب المحطه ما يعني انا كتير بدخل اكتب لناس مثلا في زرار فوق اسمه انفولو دوس عليه. صح على الفيسبوك. بس يعني سهل الموضوع بسيط، مش محتاج ان احنا لا نجرح في بعض ولا ان احنا نقول لبعض كلام مش لطيف ولا ان احنا اصله ده مش بيخلي حد احسن من حد، يعني هو مش بيخليك لما انت شتمتني انت احسن مني ولا انت متدين اكتر مني ولا انت عندك اي معلومه بعلاقتي بربنا عامله ازاي عشان نبدا نتكلم، ده غير طبعا بيخشوا في ديانتي بقى انت كذا ولا كذا ولا كذا، مش موضوع حد. طب انتوا ديانتي ما يخصش حد، يعني هي في الاول كل الديانات دي احترامها، كل البشريه ليها احترام، حتى الناس اللي ما انا بالنسبه لي طبعا. ممكن يبقى شخص قدامي ما عندوش دين هو صديقي وصاحبي انا ماليش دعوه، اللي بينه وبين ربنا ده ما يخصنيش. كل واحد بيحاسب على مشاريبه، يعني انا بحاسب على اعمالي وحضرتك بتحاسب على اعمالك وهكذا، فكل واحد يخليه بس في نفسه، يعني احنا لو كل واحد فعليا التزم بان هو شخصيا تبقى علاقته بربنا كويسه ويبقى مش بيكذب ومش بيقتل ومش بيسرق ومش يعني حاجات كده كتير ان شاء الله هنبقى تمام وهنبقى في خير يعني. بس داخلين في حياه بعض في زياده وكل واحد بينظر على التاني على اساس ان انت كده بتاخد ثواب، انت ما بتاخدش ثواب، الموضوع ملوش اي علاقه بالعكس. احسن ده احنا اللي بناخد ناس، ما احنا اللي بناخد ثواب على قفاهم طبعا، هم لو يعرفوا ده. والله يلا الحمد لله على قفاكم. والله فعلا. قول لنا اول حاجه. اول حاجه بقى شرابه الخرج، مش انت ما يجي مثلا تلاقي حد ايه قولي كده شرابه خرج. بص بقى يا سيدي، شرابه الخرج دي احنا بنقولها لما مثلا في احوال كتير في ناس بتزعق لبعضها او ناس في خناقه او في حاجه وعايزه اقول ان الشخص ده ملوش لازمه او ملوش عايزه او ملوش دور او ملوش شخصيه او اي حاجه من هذا الاطار يعني، فبقول ده زيه زي شرابه الخرج، ملوش اي لازمه ما بيعملش اي حاجه ملوش اي استفاده في الحياه. الحقيقه بقى ان شرابه الخرج دي طبعا كالعاده ليها اصل، الاصل فيها ان كلمه خرج دي جايه من الكلمه الفارسيه خوره، وخوره دي هي بتعني المزاده او كيس الزاد، زمان كانوا بيحطوا على الجمال واعتقد لحد دلوقتي بيتحط على الجمل قماشه كده ليها جبين شبه اسمها دي. الخوره بالظبط، تحط فيها الاكل والشرب على الجمل خلاص،
والخوره دي كان بيبقى ليها شراشيب. اهو الجمل اللي هناك اهو اسمها اهو شرابه، اسمها شرابه. فهي اسمها شراب الخوره اللي هي قطعه القماش اللي ليها جيوب اللي بيتحط فيها الاكل والشرب. عاده كانت بتتعمل من اقمشه، يعني بواقي اقمشه فاعملها في بعضها واخيطها، فكانت اقمشه بيقولوا عليها ملهاش لازمه، يعني بتعمل منها شرابه الخرج او شرابه الخوره اللي احنا اخدناها وبقينا بعد ما اتغيرت بقى اسمها شرابه الخرج، فبقينا نقولها على اي حاجه احنا شايفين هي ملهاش لازمه زيها زي الاقمشه اللي اتعملت منها شرابه الخرج ونقول عليها شرابه الخرج. اطعم الفم تستحي العين. لا اول مره اسمعها. لا بجد؟ ايه ده؟ بحس ان في حاجات انا بقولها. طيب انت جامده برضه. يا حياتي. طيب اطعم الفم تستحي العين. ايه بقى القصه بتاعت الموضوع ده؟ عاده هي مرتبطه بالرشاوي. بالرشاوي؟ ما هو اطعم الفم تستحي العين. انا دلوقتي هديك. عمرك اديتي رشوه لحد؟ لا بس ما تقوليش فين ولا مين ولا لا اي حاجه. لا 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 انا فاشله في الموضوع ده الحقيقه، ما بعرفش، يعني بحس ان هو باحتمال اللي انا هدي له رشوه ده يطلع هو المواطن الشريف اللي هيوديني في داهيه، فما بعرفش اعمل القصه دي خالص، فاشله فشل ذريع يعني. فلا ما عملتش. عارف انا عملتها مره واحده في حياتي بره مصر، كنت راجعه من بلد ما مش هقول ايه هي خلاص. وكان معايا وزن تقيل شنط، وكنت جايب حاجات فكان المفروض ادفع مبلغ كبير. اوكي مثلا 100 جنيه يعني. أوكي. هنقول انه 100 جنيه مثلا يعني. فاللي واقفه على الكاونتر قالت لي الشنط كذا كذا. تمشي بما يرضي الله ولا رشا؟ فانت المفروض تدفع 100 جنيه. قلت لها لا this is too much. واي مش عارف ايه، قعدت استعبط كده واستعبط. انا مش من هنا. بس فقالت لي can you pay 25؟ الربع. قلت لها يس. قالت لي دافع. عيني عينك كده؟ عيني عينك كده. هو بما يرضي الله ولا رشا. عايز اقول لك حاجه، انا في الاول ما فهمتش. فاهمه؟ انا بقى لما ابقى في مكانه حد يقعد كل سنه وحضرتك طيبه. او انت طيب. اطلع دلوقتي ولا انت اللي هتبلغ عني ولا اعمل ايه دلوقتي؟ لا انا بقول هو العيد جه ولا ايه مش فاهم. لا مش عارف. قلت لها 25. قلت لها اوكي. قالت لي فاين. وراحت معاها. قلت يا ده بقى ده انتوا عندكم على المكيده على البحري خالص. على فكره عايزه اقول لك حاجه، انه ناس كتير بتقعد تقول لك والفساد وعندنا في مصر طبعا يعني في كل الدول، فعليا في كل الدول الفساد مش طبيعي لانه مرتبط بالبني ادمين يعني. كل الدول في كل الدنيا. مفيش حاجه يعني، مفيش حد احسن من حد في اللقطه دي خالص. لسه برضه يعني. كنت راجع من خلاص بقى بلاش. كنت هتفضح الدنيا. كنت برضو يعني مسافر في مكان، فوانت مسافره من المكان ده بيرجعوا لك فلوس التاكسز اللي انت دفعتيها جوه في المشتريات. اوكي. فكان عمري ما هنسال موقف، كان معايا اتنين مصريين من بورسعيد جايبين حاجات بمبالغ فليهم ارقام كبيره. فبيحطوا الحاجات دي علشان ياخدوا ايه. فالمهم الحد اللي قاعد ده ابتدى يغلس عليهم. مش عايز اقول لك انا قلت يا نهار اسود لدرجه هم قالوا خلاص يا استاذ شريف. قلت له لا اصل ده حقه. ابتديت اقول له هات لنا بقى البوليس. يلا احنا قاعدين مع بعض. اصل انا عارف ايه حقي. حق الراجل خلصنا. وكل حاجه هناك بتتصور. فلا انتوا هاتوا لنا بقى البوليس. احنا مش ماشي، احنا عايزين البوليس. الموضوع ماشي طبعا في ثواني. طبعا هم بص يعني بيرموا ويشوف انت ايه الكلام. هتعديها لي ولا هنقف لبعض؟ لو في بقى بعض الشعوب تقول لك بقى دولت شعوب ما مثلا مش هيخافوا اللي هو احنا يعني. نخاف مين يا حبيبي؟ مش احنا. لا 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 خالص، انا طول ما انا ماشيه يعني تمام. عدل يحترى عدوك فيه. ماليش علاقه يعني عادي. وتلاقيني بعمل حاجات ازاي بقى تعملي كده؟ ازاي مش ما عملتش حاجه. مش مفروض طبعا في وقت، طبعا في غلطات عندي وفي حاجات زي اي بني ادم طبيعي، بس في لما بيبقى معظم الوقت بحاول على قد ما اقدر. زي فاكر المثل بتاع الله يخليك يا قفايا اللي عمرك. هو ده بالظبط. بحاول على قد ما اقدر، على قد ما اقدر ان انا اقلل من غلطاتي او اني ما احطش نفسي في موقف ان حد يجي يكلمني وحش. عشان هو نازل بقى الموقف اللي حصل لي في المطار مع الاثنين بورسعيديه. انتوا وعدتوني هتبعتوا لي الجمبري والسمك وانا مستني بقى لي كذا ساعه. انا وشريف اثنين. يا ريت تكونوا بتشوفوا الحلقه. انا مستني الحاجات دي. انا معايا، انا بحب الحاجات دي قوي. يلا المهم يا سيدي، فاطعم الفم تستحي العين. المثل ده بدايته كان من ايام الحكم العثماني.
ليه بقى؟ علشان الوالي العثماني كان معروف ان هو كرش واسع وبياخد فلوس كتير وبياخد رشاوي كتير، ودي كانت حاجه معروفه عن في الفتره لما كان الوالي العثماني بيتغير بشكل سريع جدا، دول كلهم كانوا بياخدوا رشاوي كتيره. فالفساد كان منتشر في الوقت ده لدرجة ان هو بقى عند كبار الموظفين والدواوين المختلفة، وانتشر لكل القطاعات، فبقيت اي مكان تحب تخلص فيه اي مصلحة لازم ان انت تدفع فيه رشوة. والوقت ده طلع فيه امثال كتيرة جدا عن الرشاوي، من ضمنها اطعم الفم تستحي العين. اللي بعده ست شينوجة قالت لي ايه بقى؟ الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. يمشي على الصابون ما يتزحلقش. الليفه؟ لا هي كان دي مش فزوره، دي مش ده مثلا. فوازير في رمضان بقى نعمل فقره الفوازير كلنا ونقولها وكده. مشي على الصابون ما يتزحلقش. مشي على الصابون زي بالظبط الليفه، ما بتعمليها على الصابون ما بتتزحلقش عشان فيها حاجات ناشفه كده، فما بتتزحلقش على الصابونه، صح؟ بعيد، احنا بعيد، احنا بعيد. مفيش فايده. وده اول مثل يعني، لسه ما جيناش ما قلناش. بص يا حبيبي، المثل ده بيتقال امتى بقى؟ صح يا ايهاب، مش هي كده؟ طبعا يا ايهاب، اقول له صح طبعا يا ايهاب، برافو يا ايهاب، ماشي جدع يا ماشي. طيب ده اللي هو بيقول لك لما انت تبقى شخص صارم جدا جدا، فزي ما يقول لك يمشيه على العجين ما يلخبطوش، هي نفس القصه. في حد هيمشي على عجين مش هيتلخبط؟ في حد هيمشي على صابون مش هيتزحلق؟ فانت لو شخص صارم جدا 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 في الشغل او في البيت او في العلاقات او في اي حاجه، فتقول عليه ايه ده؟ يمشيك على الصابون ما تتزحلقش. يبقى حط الليفه في رجلك عشان ما تتزحلقش. طيب يعني الجزمة دي مثلا مش هتتزحلق في الصابون عشان فيها بتعات؟ اه لا مؤاخذة، ممكن تتزحلق. هات اللي بعده. طيب طيب، اللي يطاطي راسه مرة عمره ما يرفعها ولا مرة. يا ساتر يا رب، اللهم احفظنا. فده عن عزة النفس والكبرياء، وان انت يعني دايما تخلي راسك مرفوع، لانه اللي بيطاطي راسه مره بيعرفش يرفعها تاني خلاص. يعني لو كسرت قدام حد، طبعا مش في كل الحالات والكل قاعده شواذ، بس ده القاعده اللي بتقول كده. اللي بعد، يا واخد القرد على ماله، يغور اللي يجي ويجي حاله. بكره مش فيها يغور؟ ما فيهاش. يا واخد القرد على ماله، بكره يروح المال ويفضل يغور المال ويفضل القرد على حاله. هي مش يغور بس ماشي، يعني لو انت عندك حد قال لك يغور ما هي يروح، مش يغور بس ماشي. مش لا مشكلة. طب قولي كده يروح ويغور، شوفي مين اللي هيبقى لايقه، قوليها على بعض، مره بغور ومره يروح. يلا 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 قوليها. قوليها بس، قولي حاجه. ها، واحد اثنين ثلاثه. يا واخد القرد على ماله، بكره يروح المال ويرجع القرد على حاله. قوليها بقى يغور كده. يا واخد القرد على ماله، بكره يغور المال ويرجع القرد على حاله. لا مفيش بكره اصلا. يا واخد القرد على ماله، يغور يروح يغور. ما علينا، جاي من الغوران. ما علينا. طيب خلينا برضو نتفق على حاجه، هو بغض النظر ان هو طبعا بيبوظ الامثال، بس في حاجه مهمه جدا انه في الامثال هو لذيذ. في الامثال كلها احنا بنلاقي انه مثلا مامت شريف قالتها له بطريقه، ومامتي قالتها لي بطريقه، وجدتها قالتها لها بطريقه، وهكذا. ففي بقى كلمات اللي هي ايه بتروح وتيجي معانا في الامثال دي. فالامثال عموما مساحه واسعه، زي الطبيخ كده. زي مثلا المثل اللي بيقول الافه ام ودنين يشيلوها اتنين. طب اصلا هو مكتوب بقى في الكتب المشنه ام ودنين يشيلوها اتنين، مش الاف يعني، عادي. فاحنا قلنا ده وقلنا ده واي حاجه بقت بودنين بقى بيشيلوها اتنين، والموضوع يعني عادي. ماشي. طيب، لا بياض عمر بيت ولا طول سند حيط. ايه ده؟ نقاش؟ مش عارف. والله العظيم باينه. مش عارفه هي مش فزوره، انت بتفكر في ايه؟ بتفكر في حل ايه؟ هي ملهاش حل. انت بتفكر في حل ايه دلوقتي؟ طب قوليها من الاول بشويش بس. لا بياض عمر بيت ولا طول سند حيط. بيت؟ بص يا حبيبي، ده بيتقال امتى؟ بيتقال في الجواز. فبيقول لك انه لا بياض عمر بيت، كانوا زمان دايما من يقول لك ايه، دي بيضه وحلوه اتجوزها، دي بيضه وحلوه، كان من علامات الجمال يعني بالنسبه لهم انها بيضه. فلا بياض عمر بيت، البياض مش هو اللي بيعمر البيت. بيت مش بيض، بيت بيت. انت بتقولي بيض؟ لا، ايه ده؟ لا بياض عمر بيت، انت قلتيها بيض. لا بياض عمر بيت ولا طول سند حيط.
الطول اللي هو طول الراجل يعني، تقول لك خد راجل بقى طول وعرض ومش عارفة ايه، فده اللي هيسند لك البيت، هو مش هيسند. يوم لهم القصيرين يعني، لا هو ما كانش ساعتها بيتكلموا بقى على موضوع الطول والقصيرين يعني، هو كان في المطلق زي يقول لك ده الراجل ولا ده الحيطة. زي شباب راجل بالحيطة، راجل اعظم من كده وافخم نخلة. انت شايف كده؟ والقصيرين عملوا لك ايه بقى؟ النخلة. لا انا وردة يا حبيبتي، شايفتها حلوة. بيفرق كتير وردة وقوزع كده. والله بصي الله يرحمه، كان يعني عندي مدرس اسمه مستر رمسيس، كان بيدرس لنا تاريخ في ثانوية عامة. انا كنت في مدرسة اسمها سان جورج، كان يقول شريف مذكور وردة سان جورج. وكل ما عندي كنت احط برفان، ساعتها كانت موضة قوي اسمها فهرنهايت. يا فاكرها؟ يا عدي ورد كده من قدامي ورده. الله يرحمه. انا كنت المتشرده بتاعه المدرسه. لا ده انا كنت اللمده. يا ده انا كنت ايه، مش عايز اقول لك، بروح المدرسه على سنجة 10. لا ما انا كنت بروح على سنجة 10 بس انا كنت لمده، كنت مؤدب ادب جامد. لا 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 انا كنت لمده، كلهم بيحبوني بس كلهم كانوا مش عارفين يتصرفوا معايا يعني، مش عارفين يعملوا فيا ايه. هادي ومؤدب. هادي انت جدا بجد؟ يا لا في المدرسه ما كنتش يطلع لي نفس. انا ما زلت اصلا. هو انا مش هادي؟ ما زلت ايه؟ هادي. اوكي ما هو لو انت ما زلت انا فهمت انت زمان كنت عامل ازاي. لا لا خلاص. كنت هادي برضو. يبقى هادي برضو، دي ما هي برضو دي اللي بوظت الموضوع يعني، هادي ما مش جاية مع لحد دلوقتي، مش هادي. هبقى اجيب لك المدرسين بتوعي يقولوا لك. ماشي. اخر واحد بقى. ازور قبره كل خميس ولا اشوفه مع غيري عريس؟ وات؟ ازور قبره كل خميس ولا اشوفه مع غيري عريس؟ عرفتها دي يعني. عارف هي مش فزوره والمصحف. ايوه الخمسان بيعملوا خمسان بعد ما الناس بتموت. اربع خمسان لغايه ال 40 ايه علاقته بالعريس؟ بص هشرح لك. ازور قبره كل خميس يعني هو يموت عادي مش مشكله، الشخص اللي انا بحبه يموت واروح ازوره في المقابر. ما يروحش بقى طبعا، ما اشوفوش مع غيري عريس يعني، هو عادي اروح ازوره في المقابر كل خميس عادي، بس ما اشوفوش مع غيري عريس طبعا. هو انقطع عن المعاصي، ربنا يوفقه. المهم ان هو مش قاعد معانا، مش مع حد تاني يعني، هم ده مش مع حد تاني للدرجه دي. مجازي العشره بينهم مش كويسه، فكل واحد يروح لحاله. لا لا ما هو هي لو بتحبه هتقول كده اكيد، لو مش بتحبه هتقول له الباب اللي يجي لك منه الريح سد وما تستريحش. سد واستريح. لا ما تستريحش، هي مش هتبقى عايزه. طب اقول لك واحد بقى كمان، اخر واحد اخر واحد اخر واحد. بمناسبه الحب والبتاع مش عارفه ايه، في مثل بيقول اللي ما يغير يبقى من الحمير. جحا. ليه؟ انتي مش قلتي جحا وحماره دايما؟ يا حبيبي لا، يا حبيبي لا. اللي ما يغير اللي ما يغير يبقى من الحمير. يعني الحمار ما بيغيرش؟ يا حبيبي يعني الراجل او الست، الشخص البني ادم اللي خلقه ربنا وما بيغيرش يبقى من الحمير، لازم كلنا يبقى فيه قدر من الغيره. وماله الحمار يعني بتتريق عليه؟ الحمار احنا قلنا حاجه في الحمار. انت هو بتتريق عليه؟ لا انا ما اتريقتش. بتقول ان هو ما بيغيرش، مين قال لك؟ انا هرجع لهم، هاخدك فسحه نرجع للكتب والكتب ونشوف بقى كان ايه موضوع الحمير وليه كانوا رابطينها. مش عارف بقى ليه دايما الحمير يتريقوا عليها. ليه صح؟ انا بيصعبوا عليا جدا. نداء من شريف مذكور لكل الناس اللي بتقول امثال ليه بتتريقوا على الحمير. ده في اغنيه كان اسمها بحبك يا حمار، فاكرها؟ فاكرها طبعا. كنت فاكر بجد؟ صح. اقفلي بقى، باي باي يا ريس. ايه ده؟ طب اقول حاجه كمان ولا خلاص؟ لا خلاص عشان لازم نغني. طب خلاص هنغني لك حته اغنيه لايقه على الموقف اللي احنا فيه ده قوي. انا قلبي دليلي قال لي هتحبي ست ليلى مراد. الله يرحمها. احنا لسه قايلين هنحب مين طبعا. بالظبط كده. طب هنسمعها بصوت حسام حسني، بعد كده بشكر طبعا نسمع على الحاجات الحلوه، شكرا ليكي. وبعد كده بعد الاغنيه فاصل نرجع لكم مع استاذ هاني محمد الجزير مصمم الازياء، ونشوف حاجات رجالي. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا.
قلبي دليلي قال لي هتحبي ودايما يحكيلي وبصدق قلبي انا قلبي دليلي قبل ما اشوفه قلبي تمرايا مرسوم مرسوم فيها طيفه شايفه ملابس الرجال والشباب الصناعة المصرية الكاجوال اللي معمولة بجودة عالية وأسعار مناسبة مش براندز كتير عندنا في مصر بيعملوها. يمكن احنا عندنا شفنا الحاجات اللي كانت بتيجي من براندز مستوردة كتير وكانت ناس بتتهافت عليها. اعتقد بعد الحاجات الحلوة اللي احنا بنشوفها دي كلنا هنفكر 100 مرة قبل ما نحط فلوس او نشتري حاجة مستوردة. ليه؟ لان عندنا هدوم مصري حلوة. ويمكن اقول شبابي، انا عارف ان الشباب يحبوا يمشوا على الموضة، بيحبوا الحاجات يشتروا كتير،
فهنعرف كده نشتري كتير، انتوا يعني الشباب هتعرفوا تشتروا كتير، هتعرفوا تجيبوا حاجات جودتها عالية تتغسل، تروحوا بيها البحر، تروحوا بيها الشغل، تنزلوا تعملوا اللي انتوا عايزينه، ما بيجرالهاش حاجة، تتغسل تكوي، لا بتكش ولا بتبهت ولا الكلام ده كله، بجودة جودة تصدير زي ما بنقول. خلينا نرحب كده النهاردة بالراجل اللي عامل الحاجات الحلوة دي، برحب أستاذ هاني محمد الجزير، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. أنت منين؟ أنا من منوفية. بس العيلة دي اسمها حلو قوي، اسمه مميز. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله زي الفل. تعالى نرجع معاك كده ل 2007. مظبوط. 2007 حضرتك بدأت تعمل براند أو تعمل مصنع، واخترت إن أنت تعمل اخترت الحاجة الصعبة على فكرة، وأنا بهنيك على كده. ربنا يخليك. اخترت تعمل ملابس رجالي شبابي كاجوال بمواصفات عالمية. الحمد لله. احكي لي بدأت إزاي؟ بدأت الأول بمحل، يعني ببيع منتجات مصرية بحطها في المحل بتاعي وببيع. بس كانت بتقابلني إن أنا عايز أنفذ أنا فكرة، عايز أنفذ جاكيت معين، أنفذ بنطلون معين. الحمد لله رب العالمين بدأت أصنع الأول عند الغير، وشوية شوية عندي مصنع في العبور دلوقتي الحمد لله رب العالمين. قعدت كام سنة عند الغير وبعد كده بدأت المصنع من قد إيه؟ قعدت حوالي 5 سنين تصنيع عند الغير، وبعد كده فتحت مصنع في مدينة العبور. ايه الفرق ان الواحد ياخد خطوط انتاج في مصانع وبعد كده يبقى عنده المصنع الخاص بيه؟ لا فرق كبير جدا. فرق الخطوط الانتاج ممكن تفرض عليك حاجات معينة، مستعجلين فعايزين يركبوا خيوط على الوان كتير قوي، فيقعد يوسطن بقى لون خيط معين يمشي على اكتر من حاجة. لا انا في مصنعي بعمل كل حاجة تناسبني زي ما انا عايز بالظبط، ودي حاجة مهمة جدا. طيب زي ما انا قلت انت برضو اخترت الصعب، الملابس الكاجوال الرجالي والشبابي في مصر اللي جودتها عالية اللي تعجب اغلبية الناس مش كتيرة، يعني هنقول مزبوط. يتعدوا على صابع الايد واحدة تقريبا. ما فكرتش تعمل حريمي زي ما اغلبية الناس بتعمل او اطفال، واخترت الرجالي. بيتقال ان الشباب والرجالة مش بيلبسوا كتير او مش بيدفعوا فلوس كتيره في اللبس. اعتقد انه مش مظبوط. لا مش مظبوط. صح كده؟ لا بالعكس، لما بيلاقوا طلبهم بيشتروا كويس جدا. اوكي بالعكس. وانت عرفت طلبهم ايه؟ الحمد لله. ودي نصيحه منك طبعا. الحمد لله ربنا يخليك. انت اولا عامل الجينز حلو قوي الحمد لله، ويعني انا اول ما شفت الجينز افتكرته مستورد، فانت عامله مصري وعامل بكل الالوان وكل كذا ستايل، واللي نازل بيزك واللي مقطع، يعني بترضي جميع الاذواق. عامل القميص اللي بكم والقميص اللي بنص كم والتيشيرت البولو، وفي الشتاء انا شفت جاكيتات جلد والسويتشيرت. فانت بتعمل كل حاجه عصريه للشاب والرجل العصري. مظبوط. بتصدر؟ لا. ليه بقى؟ ازاي الحاجات دي ما بتتصدرش؟ يعني بنخطط نصدر، ولكن السوق المحلي انت عارف احنا الحمد لله ربنا مصر عددها كبير جدا، ويعني ده نعم. احنا عايزين تصدير برضو. هنصدر عشان الله. تعمل بدل مصنع مصنعين او ثلاثة. والله هنصدر ان شاء الله. ده طبعا خلاص. واهم حاجة في التصدير ان بدل ما يبقى معانا 200 عامل يبقوا 1000 عامل، 2000 عامل و 3000 عامل ان شاء الله. هو ده وبعدين انت عندك المعادلة الصعبة، انت عامل اسعار مناسبة جدا بجودة عالية الحمد لله. طب تيجي نشوف الجزء الثاني؟ يلا نشوف بقية الفاشن شو. يلا مزيكا. شفنا كده في اول طلعه القمصان اللي بكم. مظبوط.
وبعد كده القمصان من نص كم. هل القمصان اللي بكم دول ينفع يتلبسوا عليهم بليزر او كده؟ اه طبعا. بس انت ما بتعملش اي حاجه كلاسيك؟ يعني ما بتعملش حتى القمصان الكلاسيك اللي تتلبس على بدله؟ لا احنا سيمي كاجوال يعني يمشي. لا هو كاجوال صارخ قوي زي ما بنشوف كده في الافريقيه والحاجات دي، ولا هو كلاسيك قوي اللي هو بتاع الحاجات الثقيله. او الثقيله. احنا في الوسط. بس القمصان اللي بكم اعتقد ممكن تلبس عليها بليزر. طبعا طبعا ينفع عليها بليزر عادي جدا من غير كرافات. لا من غير كرافات. من غير كرافات. لا تعمل كرافات. لا عايزينك عايزينك تعمل كل حاجه. بعمل حزام. استنى هندبسك هتعمل بدل بعد كده ان شاء الله. ليه ما تعملش بدل؟ اللي عامل كل الحاجات الصعبه دي مش هتعمل بدل. هنعمل بدل ان شاء الله. لازم تعمل بدل. بنعمل بليزر كويس جدا. بتعمل؟ بليزر كويس. بليزر. طيب يعني اعمل بدل المره الجايه ان شاء الله. على الشتا هتعمل بدل. بدبسه. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. خليكم على صحتكم. ملابس شبابي ورجالي، ويمكن ده الحاجات الخاصة بربيع وصيف 23. ومرة تانية برحب بمصمم الأزياء والمصنع أستاذ هاني محمد الجزير. أهلا بيك. شكرا لك. طيب خلينا ننزل بقى اسم الفيسبوك والإنستجرام على الشاشة. كلافر. انت بتسمي البراند اشمعنى كلافر؟ كلافر يعني دايما نقول لي كلافر بوي، كلافر مان، الراجل الشاطر، الولد الشاطر. انت قصدك؟ عشان انا شاطر. واللي بيلبس الحاجات يبقى شاطر. مظبوط. خلينا نقول اللبس اللي انت لابسه ده كله انتاجك. مظبوط. يعني الجاكيت والحاجات دي كلها انتاج. طيب يعني احكي لي بقى اولا الخامات بتاعتك بتختارها ازاي؟ الالوان، الموديل نفسه، الديزاين، مين بيساعدك؟ الكلام ده كله احكي لنا كده. المطبخ بتاعكوا فيه ايه؟ طيب هو اولا الخامات بتاعتنا كلها مصري، ده رقم واحد. يعني قليل بننتج، بنحاول نلجا لخامات مستورده، بس في الاعظم في المعظم خامات مصريه. تصميم الحاجات انا بصراحه يعني بحبها على ذوقي، يعني اي حاجه انا احس ان انا هتعجبني وهلبسها بصممها على طول. والحمد لله رب العالمين، يعني الواننا بتبقى في الصيف صيد قوي. انت بتحب دايما تبقى يعني ايه واخد الحاجات مش كلاسيك، يعني واخد السيف سايد. ايوه واخد السيف سايد. طب ما بتعملش قطع كده طقه شويه؟ لا طبعا بنروح الاتجاه ده اللي هو اول جامعه الكلام ده. لا طبعا. وفي ناس كبار، في رجاله كبار بتحب تلبس. انا بحب البس حاجات طقه. يعني ما اعرفش البس حاجه كلاسيك او الوان هاديه مثلا. لا يعني طبعا اكيد احنا الكوليكشن بتاعنا كبير جدا، والحمد لله رب العالمين بنحاول نراضي او نرضي اغلب الناس. اغلب الناس. بتعملوا بقى شورتات ومايوهات؟ بنعمل شورتات طبعا ومايوهات وحاجات بقى حملات. حجينا يعني على الساحل. طبعا طبعا. تعالى نشوف اخر جزء من الفاشن شو. اتفضلوا مزيكا.
لبسنا النهارده كده حاجات كلها تفتح نفس الواحد ان الصيف يجي عشان يلبس اللبس الصيفي الحلو البراند المصري اللي عامل الحاجات كلها بجوده عاليه. وخليني بشكرك يا هاني شرفتنا ونورتنا. اشكرك. هنشوفك مره ثانيه بقى على الحاجات الصيفي الاكتر بقى الشطات وحاجات البحر قريب ان شاء الله. اهلا بيك، ربنا يخليك، شرفت ونورت. اتمنى تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في حلقه بدايه الاسبوع، نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.